بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلا كنا بالميقات وصلنا الكعبة، وهاي العمرة للمرحومة لما محمود حسين بنت ازدهار بكر رحمه الله، وأنسها الله عوض الله جنة، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم ارحم ترابها، اللهم اسرح حسابها يا رب العالمين، اللهم اشف إليها واجعلها نورا تهتدي بين يديها، اللهم اغفر بما اللهم اغفر ما تجوى البرك، ونقي من خطايا كما ينقى الطبق من الدناس. لا إله إلا أنت سبحان ضايمين، اللهم اجعل قبرها روضا من الجنة يا رب العالمين، اللهم ارحمها، اللهم اغفر لها، الله يسر أمورها يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.